الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم في كل مكان. نرحب بكم في الندوة العلمية التي تقيمها جامعة الموصل ممثلة بكلية الآداب برعاية السيد رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور قصي كمال الدين أحمدي المحترم، وبإشراف السيد عميد كلية الآداب تأتي هذه دكتور محمد الندوة علي بعنوان التماسك النصي بين الدرس البلاغي القديم والدرس اللساني الحديث، ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور فايز عارف القرعان، ويشارك فيها في الإدارة الأستاذ المساعد دكتور أسماء سعود دام، والأستاذ المساعد دكتور محمد علي أحمد محمد علي، والأستاذ المساعد دكتور عمار إسماعيل أحمد، والأستاذ المساعد دكتور آلة أحمد حسن، وفي الإدارة الإلكترونية الدكتورة إيمان خليفة حامد، والدكتور عبد الله خليف خضير الحياني، والدكتور معن يحيى محمد العبادي، والدكتور خالد حازم عيدان، والدكتورة هدى فاضل الحلاوجي. قبل أن نبدأ هذه الندوة الإلكترونية التي تتناول موضوعا مهما ألا وهو التماسك النصي، ويندرج هذا الموضوع ضمن الدراسات النصية، تقدم لنا الأستاذ المساعد الدكتور أسماء سعود دهام نبذة تعريفية للدكتور فايز، وهو طبعا علم لا يحتاج إلى التعريف، لكن جرت العادة على هذا الأمر، فأنقل المايك إلى زميلتي الدكتورة أسماء سعود دهام لتقدم النبذة التعريفية. تفضلي دكتور. السلام عليكم، حياكم الله وبياكم في فضائي ورحاب جامعة الموصل كلية الآداب قسم اللغة العربية، في رحاب الفضاء الإلكتروني والافتراضي. كما هو معروف أن مصطلح التماسك النصي الذي يندرج تحت علم لغة النص أو لسانيات النص صعب الاتفاق على مفاهيمه وتصوراته ومناهجه نظرا لكثرة منابعه وتعدد مشاربه المعرفية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، عندما نتقصى هذا المصطلح في التراث العربي القديم نلفه حاضرا عند البلاغيين والنقاد والمفسرين في حبك الكلام وتماسكه، فاستخدموا مصطلحات نصية عديدة مثل التلاحم والالتئام، النظم، تناسب الأجزاء، الانسجام، فاكتسبت بذلك قضية التماسك لديهم أهمية بالغة حتى يمكن عدها نظرية النصية بالأساس. أما عند المحدثين فقد لقي هذا المصطلح النصي اهتماما منقطع النظير وكل شيء في التحليل النصي. أما من سيلقي الضوء على هذا الكلام أو على هذه المفاهيم هو ضيفنا من الأردن الغني عن التعريف، هو الأستاذ الدكتور فايز عارف القرعان، أستاذ البلاغة والنقد والأسلوبية في قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة اليرموك، له عضوية في اللجان المجلات العلمية، وله باع طويل في المؤلفات والكتب المنشورة كمقاربات بلاغية في خطاب الشعر العربي الحديث وعلم البيان مباحث وإضاءات والصورة الشعرية وتماسك النص، فن الكتابة الوظيفية وقراءات بلاغية في الشعر الحديث وبلاغة الضمير والتكرار وغيرها من المؤلفات التي تغني المكتبة البلاغية. له أيضاً من البحوث المنشورة والمقبولة للنشر ما يتجاوز عددها 30 بحثاً. له أيضاً هناك العديد من المقالات والمشاركة في المؤتمرات والندوات، منها ورقة بعنوان أزمة الشعر العربي الحديث في نادي الإحساء الأدبي السعودية، وهناك أيضاً بلاغة السرد الشعري في المؤتمر الدولي للنقد الأدبي للمجلس الأعلى للثقافة القاهرة، وله أيضاً بنية التقابل وأثرها في توليد دلالة النص القرآني سورة الليل نموذجاً في المؤتمر الدولي الثالث الذي أقامه اتحاد المدرسين للغة العربية في أندونيسيا، وغيرها من أوراق العمل والمقالات. لنا الشرف هذا اليوم أن يطل ضيفاً علينا ليتحدث لنا عن التماسك النصي بين الدرس البلاغي القديم والدرس اللساني الحديث. دكتور فايز، حياك الله وبياك وأهلاً بك بيننا في هذا الفضاء الافتراضي، الميكروفون لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر في البدء
الأستاذة الدكتورة أسماء الخطاب على دعوتها لي للمشاركة في أعمال هذه الندوة عبر أثير جامعة الموصل العريق. والشكر موصول لراعي هذه الندوة رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور قصي الأحمدي، ولمشرفها الدكتور محمد علي عميد كلية الآداب، وللجنة التحضيرية الموقرة. أعرب عن سعادتي الغامرة بأن أتشارك أعمال هذه الندوة مع كوكبة من الأساتذة الأفاضل، كما يسعدني أن أحيي هذا الجمهور الطيب، وآمل أن لا أبعث بمداخلتي الملل في نفوسكم جميعا. وبعد، اسمحوا لي في هذه الليلة أن أقدم مداخلتي وهي قراءة عجلة لمنجز في الدرس اللساني النصي والدرس البلاغي العربي القديم، تتناسب مع الأيام القليلة التي منحتني إياها الدكتورة أسماء قبل هذه الندوة. بطبيعة الحال عنوان الندوة يدخلني في افتراض حديث الدرس البلاغي العربي القديم عن التماسك النصي، وأنا أسير في هذه المسألة. أريد أن أعرض لأساسيات ومفاتيح متعددة سواء في الدرس اللساني المعاصر أو في الدرس البلاغي العربي القديم للكشف عن بعض تمظهرات مثل هذا المطلب المعاصر. بطبيعة الحال أنتم يعني تعرفون أن الدرس اللساني المعاصر بدأ الاهتمام بالحديث عن الخطاب أو عن النص من خلال البحث عن عملية إنتاج الدلالة في بنيته اللغوية، والبحث عن الترابطات التي بين العناصر اللغوية التي تنشأ في هذا النص. ويبدو لي أن هذا البحث بدأ من بداية النصف الثاني من القرن الماضي عندما قدم هاريس منهجاً لتحليل الخطاب Discourse Analysis، إذ استخدم فيه إجراءات اللسانيات الوصفية حتى يظهر كيفية توزيع العناصر اللغوية داخل هذا الخطاب، ورأى أن تحقيق هذا الهدف لا يتم إلا بتجاوز مشكلتين وقعت فيهما الدراسات اللغوية التقليدية. الأولى، رأى أن جهد هذه الدراسات اقتصر على دراسة الجملة بوصفها هي الوحدة الكبرى التي يمكن دراستها والبحث عن علاقات أجزائها. والمشكلة الثانية أنه رأى أن هذه الدراسات فصلت اللغة عن موقفها الاجتماعي، ورأى أن هذا الفصل يغيب فهمنا الدقيق للغة، فجملة مضروبة في الدرس اللساني كثيرا نحو كيف حالك مثلا قد تحمل في سياقها الاجتماعي أحد ثلاثة معاني: معنى الترحيب، معنى التهكم، معنى أو المعنى الحرفي. فعند تحييد السياق الاجتماعي للغة يغيب المعنى الأول والثاني ويحضر المعنى الثالث وهو المعنى الحقيقي أو المعنى الحرفي. ولكن حتى يحقق اكتشاف بنية الخطاب اعتمد إجراءين في عمله. الإجراء الأول أنه بحث عن العلاقات التوزيعية بين الجمل في الخطاب، والإجراء الثاني أنه ربط
اللغة بسياقها الاجتماعي. وأظن أن من تصورات هاريس بدأ يتشكل اتجاه لساني جديد، ترك الاهتمام بالجملة النحوية وانتقل إلى الاهتمام بنحو الخطاب أو نحو النص. وبطبيعة الحال هذه الاتجاهات أخذت مسميات مختلفة، اللسانيات النصية كما تفضلت الدكتورة أسماء، نحو النص لسانيات النص. لعلنا لو تابعنا المنجز اللساني وإجراءاته في معالجة النص أو معالجة لغة النص كما هي الحال في الدراسات الغربية عند كريماس وفان دايك وهاليداي وروبرت دي بوغراند ورولان بارك، أو في الدراسات العربية عند تمام حسان وسعد مصدوح ومحمد خطابي وجميل عبد المجيد والأزهر الزناد وغيرهم. ولأدركنا أن هذه أن حركة هذا الدرس الفكرية في محاولة الابتعاد عن منطقة نحو الجملة وأدواته التحليلية وإجراءاته وأهدافه، وانتقلت كل هذا إلى منطقة النص، وبسطت الحديث عن أدوات تحليله وإجراءاته وأهدافه، وكل ذلك من خلال مجموعة مفهومات اعتمدها ليفرق بين الجملة والنص. أصحاب الدرس اللساني فهموا أن النص ظاهرة لغوية، شأنه في ذلك شأن الجملة، مع إدراكهم لحالة الاختلاف الواضح بينهما. عالج روبرت دي بوغراند مثلاً هذا الاختلاف في مبحث في كتابه النص والخطاب والإجراء، كان بعنوان النص في مقابل الجملة. عموماً وضع أصحاب الدرس اللساني النص حدوداً لمفهوم النص لينطلقوا منه عند معالجته بنائياً ودلالياً. فإذا كانت الجملة مثلاً في الدرس اللغوي التقليدي هي الوحدة النحوية التي تحقق معياراً تقاس به صحة اللغة وتحقق الوظيفة النحوية كوظيفة الفاعلية أو المفعولية أو الابتدائية إلى غير ذلك من الوظائف النحوية، بناء على المعيارية التي بسطتها في درسها، فالنص لدى الدرس اللساني ليس وحدة نحوية مكونة من مجموعة معايير لغوية كما ألفناها في درس نحو الجملة، أو هو جملة كبرى، بل كما يرى هاليداي مثلا هو وحدة دلالية تتحقق في شكل جمل، أو هو على حد تعبير برينكر هو تتابع مترابط من الجمل، أو بتعريف آخر له هو مجموعة منظمة من القضايا أو المركبات القضوية يترابط بعضها ببعض، أو كما يرى سميث بأنه تكوين لغوي منطوق من حدث اتصالي محدد من جهة المضمون يؤدي وظيفة اتصالية يمكن إيضاحها. بغض النظر عن هذه المفهومات وعن تحديدات طول النص سواء كان مكونا من وحدة لغوية قصيرة تساوي جملة أو مجموعة من الجمل، فإن الدرس اللساني كان يتغير بطبيعة الحال دائما فهم هذه الظاهرة اللسانية في البحث عن دلالاتها في لغتها ومقامها الكلامي، وكان النص هو هذه الظاهرة اللسانية. مهما يكن مفهوم النص، فإن حركة الدرس اللساني النصي بحثت عن عوامل تحقق النصية في مكوناته الكلامية التي تؤهله بالتالي إلى فهم الدلالات في تراكيبه مجزأة أو مجملة. يمكننا أن نقف على ما اقترحه مثلا دي بوغراند من معايير
تحقق وجود النص واستعمالها، وهو ما أسماه بالنصية. وهذه المعايير بطبيعة الحال يشترك بها مع من تقدمه من أصحاب الدرس اللساني النصي، هي لخصها أو جعلها في 7 معايير: السبك كوهيرجن، والحبك كوهيرنس، والقصد والقبول، والتناص، ورعاية الموقف، والإعلامية. بطبيعة الحال وضع تصورات لكل معيار من هذه المعايير، ورأى أن لمعياري السبك والحبك صلة وثيقة بالنص، ورأى أن معياري رعاية الموقف والتناص هما معياران نفسيان، ورأى أنه لا يمكن لواحد من هذه المعايير أن يفهم دون التفكير في عوامل 4: اللغة والعقل والمجتمع والإجراء. لكن يبدو لي أن معيار السبك والحبك هما مؤسسا فكرة تماسك النص التي هي مدار الحديث في هذه الندوة في ليلتنا هذه. أشير في هذا المقام قبل أن أسترسل بالحديث إلى أننا في هذه الندوة ربما نقع في مشكلتين في التواصل الذهني أو الفكري، مشكلتان تقودان إلى بعض الاختلاف في التصورات الفكرية والتطبيقية. الأولى أننا ربما نستعمل ألفاظاً عربية متعددة ومختلفة للحديث عن هذين المعيارين. فمصطلح كوهيرجن مثلا ترجم في العربية بمقابلات مختلفة مثل السبك والتضام والربط النحوي والتماسك، ومصطلح كوهيرنس أيضا ترجم بمقابلات مختلفة نحو الحب والتماسك والانسجام والتناسق والتقارن والاتساق والالتحام. وهذا بطبيعة الحال ناتج من حركة الترجمة الفردية التي نقلت المنتج اللساني الغربي إلى الثقافة العربية. أما المشكلة الثانية، ربما نقع في تداخل عناصر المعيارين في النص، وذلك تبعا لمفهوم كل معيار منهما. بطبيعة الحال هذا ناشئ من اختلاف مفهوميهما ووظائفهما في الدرس اللساني الغربي والدرس اللساني العربي. عموما أنا أرى أن مصطلح كوهيرجن يختص بدراسة الروابط اللفظية التي تظهر في مستوى النص السطحي، وأن مصطلح كوهيرنس الحبك يختص بدراسة الروابط المفهومية أو المعنوية والدلالية التي تضمنتها العناصر اللغوية والتركيبية التي حققت السبك في المستوى السطحي للنص. وأنا أتفق بهذا مع كثير من الذين يعني تفضلوا ودرسوا هذه الظاهرتين المعيارين في الدرس اللساني المعاصر. على أي حال، حتى نصل إلى الحديث عن علاقة البلاغة العربية بالتماسك النصي كما يقتضيه عنوان هذه الندوة، لابد أن نقدم تصوراً لبعض منطلقات الحركة الفكرية في الدرس البلاغي العربي القديم التي قام عليها، والتي أحب أن أسميها أسس النظرية البلاغية العربية في كثير من الأحيان، بحيث نجعلها حركة موازية لما قدمه الدرس اللساني الغربي المعاصر على وفق ما تقدم من معرض. لا شك في أننا ندرك جميعا أن المنجز البلاغي العربي قد تأسس في بداياته في أحضان الدرس النحوي، ابتداء مما تحدث عنه سيبويه
في كتابه الذي عرض فيه لمسائل النحو تركيبيا ودلاليا، ابتداء من معاني العناصر اللغوية الإفرادية في التعريف والتنكير وغيرها، ومعاني التراكيب من ابتدائية وفاعلية ومفعولية، وانتهاء بالدلالات الإضافية نحو الاهتمام والتنبيه والتحذير وغير ذلك من الدلالات الإضافية لتراكيب اللغة ومعاييره. وتبعه في هذا أوائل النحاة إلى أن تخلى الدرس النحوي في مرحلة من المراحل عن بسط الحديث عن الدلالات الإضافية التي استقل بها الدرس البلاغي فيما بعد. ويبدو لي أن أصحاب الدرس البلاغي رأوا عندئذ أن الدرس النحوي بتخليه عن البحث عن هذه الدلالات قد دخل في قصور في فهم الرسالة اللغوية ومقاصدها وما يحيط بتراكيبها من ملابسات سياقية. لاهتمامه الكبير، أي لاهتمام الدرس النحوي الكبير بالجانب المعياري والقاعدي لمراعاة الصحة النحوية بحسب الوظائف النحوية التي أبقاها في حقل النحو، الأمر الذي جعل أصحاب الدرس البلاغي يعيدون النظر في التعامل مع اللغة من وجهة نظر مختلفة عن مسعى النحاة. وهذا في تصوري أمر يتوازى مع ما لاحظه هاريس وما فعله هاريس بشأن قصور الدرس اللساني التقليدي في فهم الدلالات والمعاني المناطة باللغة. لا شك في أنكم تعرفون أن محاولات عبد القاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة كانت تعالج خطأ تخلي الدرس النحوي عن البحث الدلالي، وذلك انطلاقا من تصورات النظم أو ما نسميه بنظرية النظم، وبناء على ما اعتبر الدرس النحوي من قصور في التنظير لفهم ملابسات معاني اللغة، قدم الدرس البلاغي مجموعة من الأسس اتكأ عليها للكشف عن الدلالات والأغراض والمعاني. تشكل هذه الأسس مجموع إجراءات البلاغة أو الدرس البلاغي التي أنجزها في الجهد التطبيقي. حتى نفهم هذه الأسس التي قام عليها هذا الدرس في المنجز الإجرائي التطبيقي وحتى نفهم هذا لابد لنا أن نقف على ثلاثة مفهومات أراها قريبة من معطيات الدرس اللساني الغربي، تمثلت في ثلاثة مصطلحات هي الفصاحة والنظم والبلاغة. إذ من مفهوم الفصاحة شغل الدرس البلاغي نفسه بتحديد مواصفات المنطقة اللغوية التي تتحقق فيها البلاغة، وقد حدد هذه المنطقة في مكونين هما العناصر اللغوية والتراكيب التي تألفت من هذه العناصر، مستعملاً مصطلح الفصاحة الذي حافظ على معناه اللغوي في الوقت الذي أدى مفهومه الاصطلاحي، وقد كان عندهم ينطلق من معناه اللغوي وهو الظهور والبيان مع تحديدهم منطقة عمله وهي المفردة والتركيب والقائل. لذلك نراهم يقيدون المتكلم أو القائل في مسألة الفصاحة بمسألتين، الأولى يقيدونه عند اختيار العناصر اللغوية إذ عليه أن يختار المفردات التي تتصف بالجزالة وأن يخلصها من مجموعة
أو من مجموعة مواصفات سلبية هي تنافر الحروف، كم الحروف الكثير الذي يطيل الكلمة، مخالفة القياس الصرفي، والغرابة والوحشي. والمسألة الثانية يقيدونه عند استعمال العناصر اللغوية في التركيب، إذ عليه أن يحافظ على حسن التأليف حتى يصل إلى تحقيق شرط الفصاحة وهو الظهور والبيان. أشار سيبويه في كتابه إلى أن مدار الكلام على تأليف العبارة وما يتعاورها من استقامة أو إحالة، ومن صدق أو كذب، ومن حسن أو قبح. وأكد العسكري هذه الخاصية، خاصية حسن التأليف في كلامه عندما تكلم على أجناس الكلام المنظوم، يعني بهذا الرسائل والخطب والشعر، ورأى أنها تحتاج إلى حسن التأليف وجودة التركيب، ورأى أن حسن التأليف يزيد المعنى وضوحاً وشرحاً، وأن سوء التأليف ورداءة الرصف والتركيب هي شعبة من التعمية والغموض. كما سلط الجرجاني الضوء على منطقة تراكيب الكلام في حديثه عن النظم، فرأى أن صواب التأليف يقتضي وضع الكلام بحيث تتعلق فيه اللفظة بغيرها، ويمتد هذا التأليف إلى ترابط الجملتين، وذلك انطلاقا من الأداء النحوي المعياري والوظيفي. فيرى مثلا أن النظم هو توخي معاني النحو، وأنه ليس أن تضع الكلام الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها. ويرى أن النظم والترتيب في الكلام هو عمل يعمله مؤلف الكلام في معاني الكلم لا في ألفاظها. ففصاحة المفردات وفصاحة التراكيب إذن متصلة اتصالا وثيقا بالبعد اللغوي، من حيث قدرة اللفظ على أداء الدلالة، وبالبعد النحوي من حيث موافقة التراكيب في التأليف معايير النحو وقوانينه، ومن حيث قدرتها على أداء الوظائف النحوية ما يؤهلها لأداء المعاني والدلالات بعيدا عن التعمية والغموض. من هذه المنطقة دخل الدرس البلاغي في حديثه عن البلاغة في المفهوم، وابتداء من الحديث عن بلاغة الكلام، إذ كان شرط بلاغة الكلام لدي هو تحقق فصاحة اللفظة وفصاحة التركيب. فعندما نستعرض المنجز البلاغي العربي نجد فيه أن مؤدى مفهوم مصطلح البلاغة هو البلوغ أو الوصول والانتهاء من ناحية، وأن ممارسة هذا المفهوم وعمله يكون في منطقة الكلام الذي اتصف بالفصاحة الإفرادية والتركيبية من ناحية أخرى. فالبلاغة مثلا عند ابن وهب الكاتب هي القول المحيط بالمعنى المقصود مع اختيار الكلام وحسن النظام وفصاحة اللسان، وهي عند العسكري من صفة الكلام، أي البلاغة من صفة الكلام لا من صفة المتكلم. ولذلك نجد القزويني يربطها بملابسات القائل والمتلقي بعد تحقق صفة الفصاحة في الكلام، يقول مثلا: وأما بلاغة الكلام فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحة. في تحقق هذين الشرطين الأساسيين، أعني الفصاحة والنظم في المفردات والتراكيب التي اجتمعت في منطقة الكلام الذي بني على حسن التأليف والترتيب، ينجز الدرس البلاغي عمله لتحقيق مهمته الإجرائية بحثا عن البلوغ والانتهاء في المنتج الكلامي. لا شك في أننا ندرك أن جهود أصحاب الدراسات البلاغية في البحث البلاغي كانت تستقرئ
منطقة الكلام لتكتشف المقومات البلاغية، أي ما يجعل الكلام أما يجعل الكلام بليغا. لذا علينا أن نفكر بنقطة التقاء درسنا البلاغي الدرس اللساني النصي من خلال المقاربة بين مصطلح الكلام لدينا ومصطلح الخطاب ديسكورس لدى الغربيين. بنظرة متأملة في مفهومات الكلام في الدرسين القديمين النحوي والبلاغي عند العرب، نجد أن الكلام فيهما قريب من مفهوم الخطاب في الدرس الغربي المعاصر. فلو وقفت على ما تحدث عنه ابن جني عن الكلام لرأيته يرى أن الكلام هو الألفاظ القائمة برؤوسها المستغنية عن غيرها على اختلاف تركيبها، ويرى أنه مختص بالجمل وأنه جنس للجمل، كما يرى أن الإطالة والإيجاز إنما هما في كل كلام مفيد مستقل بنفسه، ولو بلغ الإيجاز غايته لم يكن له بد من أن يعطيك تمامه وفائدته على حد قوله. مع أنه لا بد فيه من تركيب الجملة، فإن نقصت عن ذلك لم يكن هناك استحسان ولا استعذاب على حد قول ابن جني. فالكلام على وفق هذا يتكون من العناصر اللغوية التي يستعملها المتكلم في كلامه، بحيث تبدو في مجموعة من الجمل التي قد تطول أو تقصر ويكون مستقلاً بنفسه في الوقت ذاته، وليس تابعاً لتركيب آخر على أن يؤدي فائدة في الدلالة والمعنى. يبدو لي أن هذه المواصفات التي وضعها ابن جني للكلام تضعنا أمام مفهوم الخطاب عند الغربيين. فإذا ما استعرضت مفهوماته المختلفة عندهم أجد أنها أي أن مفهوم الخطاب هو ممارسة اللغة حين، وأنه هو وحدة توازي الجملة أو تفوقها بحيث تتكون من متوالية تشكل خطابا له بداية ونهاية حينا، وحينا أجده متوالية شفوية موجهة للإقناع والتأثير، وحينا أجده لفظا يفوق الجملة منظورا إليها من حيث هي قواعد متسلسلة من الجمل، أو كما عرفه هاريس بأنه متوالية خطية تضم أكثر من جملة أولية. من هذه المقاربة بين الكلام عند العرب والخطاب في المفهوم الغربي أدرك أن منطقة عمل البحث البلاغي العربي هي نفسها منطقة عمل الدرس اللساني المعاصر عند الغرب. لكن لا بد لي من أن أنوه إلى مسألة مهمة قبل أن أبسط القول في ظهور مقومات سبك الكلام وحبكه في الدرس البلاغي العربي. هذا القول أو هذا التنويه يشير إلى أن المحاولات العربية الكثيرة في الدرس اللساني العربي التي سعت إلى تأصيل مصطلح تكست وقابلته بكلمة نص العربية على أهمية هذه المحاولات أو هذه الدراسات وقيمتها العلمية العالية، في رأيي لم تستطع أن تصل إلى حكم قاطع أطمئن إليه، كون هذه الكلمة المقابلة لكلمة تكست في العربية وهي نص غير قادرة على احتواء مفهوم الغربيين لمصطلح تكست، لأن هذه الكلمة أولاً في الثقافة العربية استعملت في حقل دراسات أصول الفقه بمفهوم طار فيها من ناحية، ولأن معناها اللغوي الذي
جاء في المعاجم اللغوية لا يؤهلها لأن تشترك بالمفهوم مع المفهوم الغربي أو المفهوم الذي أراده العرب لتكست من كلمات النص. فبرأيي لو انتبهت الدراسات العربية لاستعمال مصطلح كلمة في المنجز المعجمي العربي لوجدت أن كلمة كلمة هي المناسبة لترجمة تكست. قال الجوهري مثلا: الكلمة القصيدة بطولها. قال ابن منظور أيضا عن الكلمة: وتقع على قصيدة بكمالها وخطبة بأسرها، ويقال قال الشاعر في كلمته أي في قصيدته. وبالتالي أرى أن ما يقابل مصطلح تكست المناسب في العربية هو مصطلح كلمة. وبالتالي يعني نحن نحتاج إلى يعني عمل ربما دراسة حول تأصيل هذا المصطلح حتى نتعامل مع الدرس اللساني النصي المعاصر بطريقة يمكن أن تكون مناسبة لنشترك جميعا في التواصل. على أي حال، لا شك في أننا على وعي بأن غاية الدرس البلاغي العربي الذي عالج منطقة الكلام كانت تختلف عن غاية الدرس اللساني النصي الغربي المعاصر. ذلك أن الدرس اللساني النصي كانت غايته مصبة على مناقشة مجموعة معايير تحقق للنص نصيته كما قدمت. أما الدرس البلاغي العربي عموما فكانت غايته مختلفة، إذ كان يبحث عن وظيفتين: عن الوظيفة التأثيرية الجمالية للكلام، وعن الوظيفة الإقناعية فيه. ولكنه بطبيعة الحال أنتم تعرفون أنه كثف جهده البحثي في الكشف عن الوظيفة التأثيرية الجمالية في كثير من تطبيقاته وإجراءاته، دون أن يشغل نفسه كثيراً في البحث عن الوظيفة الإقناعية التي تولتها البلاغة العربية المعاصرة كما تعرفون هذا الآن. ويبدو لي أن هذه المفارقة بين الدرسين البلاغي العربي واللساني الغربي في الغاية كانت علامة مهمة تفرض علينا أن نأخذها بالحسبان ونحن نبحث عن معايير السبك والحبك الغربية في المنجز البلاغي. ومع أن الدرس البلاغي العربي قد شغل أو قد اشتغل في الجانب التأثيري الجمالي في منطقة الكلام أو الخطاب، إلا أننا نجده يلتفت إلى عوامل تماسك الكلام التي تجعل منه منطقة مناسبة لإنتاج البلاغية أو التأثيرية، سواء بالمعالجات المباشرة نحو استعمال مصطلحات تحمل مفهومات التلاحم والسبك والانسجام والتأليف، أم بالمعالجات غير المباشرة باستعمال مصطلحات مهمتها الأساسية الكشف عن الجانب التأثيري، مع أن فكرة تحقيق الكلام نصيته بحسب معياري السبك والحبك الغربيين لم تكن من اهتمامات درسنا البلاغي عموما. من المعالجات المباشرة مثلا قول الجاحظ: وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج، فيعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا جيدا وسبك سبكا واحدا. وقول العسكري تعقيبا على أبيات من الشعر:
فهذه الأبيات جيدة السبك حسنة الرصف، وكما في قول أسامة بن المنقذ: أما السبك فهو أن تتعلق كلمات البيت بعضها ببعض من أوله إلى آخره، وكما في حديث ابن أبي الإصبع المصري في تحرير التحبير عن الانسجام عندما قال عنه: هو أن يأتي الكلام متحدرا كتحدر الماء المنسجم بسهولة سبك وعذوبة ألفاظ وسلامة تأليف، حتى يكون للجملة من المنثور والبيت من الموزون وقع في النفوس وتأثير في القلوب ما ليس لغيره. هذه معالجات مباشرة تشير بوضوح إلى انتباه الدرس البلاغي إلى قضية تلاحم أجزاء الكلام الذي يعالجون بلاغته. أما المعالجات غير المباشرة في هذا الدرس فهي كثيرة، ويمكن أن نستعرضها في منجز البحث البلاغي في الجانب الإجرائي التطبيقي الذي اشتهرت به مدرسة السكاكي والقزوين، وأنتم تعرفون أن هذه المدرسة تحدثت عن علوم ثلاثة للبلاغة: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. وقد وقفت هذه المدرسة على الوظيفة التأثيرية الجمالية في مناطق الكلام المختلفة بناء على هذا التوزيع الثلاثي لأشكال البلاغة أو لآليات البلاغة التي تحقق بلاغة الكلام. فلو وقفنا على المعيار الأول وهو معيار السبك في الدرس العربي انطلاقا من الدرس اللساني النصي الغربي الذي وضع مجموعة من العناصر التي تحقق، لأدركنا ظهور هذه العناصر في المنجز البلاغي العربي. طبعا يعني المعايير التي حققت أو العناصر التي حققت السبك عناصر متعددة، لن أقف على كل هذه العناصر إلا على ما توفر منها في الدرس البلاغي أو المنجز البلاغي العربي. كان العنصر الأول الترابط الرصفي. الترابط الرصفي عنصر يتعلق بمعالجة عناصر اللغة أو العناصر اللغوية المعجمية المستعملة في التراكيب والتراكيب الجملية اعتمادا على فكرة توليد الجملة التي تنطلق من تصورات النحو التحويلي، وهو يشمل ثلاثة ترابطات: ترابطات العناصر اللغوية في الجملة الواحدة بحسب المعايير التي توفرها اللغة بمعنى ما يصير الجملة جملة، ثاني ترابط الترابط بين جمل النص، ثالثا الترابط بين فقرات النص وأجزائه. عند استعراضي للمنجز البلاغي في العلوم الثلاث ظهر لي أن هذا العنصر ظهر في علم المعاني في حديثه عن بنية الإطناب، بنية الإطناب التي تتشكل من جملتين فأكثر، وفي بنية الفصل التي تتحقق بين الجملتين، والفصل بطبيعة الحال يعني ترك العطف بين الجمل. والعنصر الثاني من عناصر السبك هو التتابع الرصفي. أشار روبرت دي بوغرانت في قوله إلى التتابع الرصفي، يقول: أشير يعني يشير بالتتابع الرصفي أشير إلى كل نشاط وكل إجراء غايته رصف عناصر اللغة في ترتيب نسقي مناسب،
بحيث يمكن للكلام أو الكتابة أو السماع أو القراءة أن تتم في توال زمني. وهو يتحدث بطبيعة الحال هنا عما يتداوله الدرس اللساني النصي في مسألة التضام أو التعليق بين عناصر اللغة نحو المصاحبات اللغوية والإضافة والتوافق، توافق الفعل مع الفاعل أو تخالف الفعل مع الفاعل وغير ذلك. وهذا التتابع بطبيعة الحال يحقق نسقية النص في المحافظة على التوالي الزمني والتتابع لمكوناته الصغرى و... وقد ظهر التتابع الرصفي في علم المعاني في حديثه عن بنية الجملة الإسنادية عندما تحدث عن مسألة التقديم والتأخير بين عناصر الجملة الإسنادية ومتعلقاتها. ثم ظهر في علم البيان في حديثه عن بنية المجاز العقلي عندما تحدث عن إسناد الفعل إلى فاعل يخالف الفاعل الحقيقي وهو ما اسماه بالفاعل المجازي، إذ كان يمارس هذا الدرس أو هذا العلم إعادة الكلام لاكتشاف نوع العلاقة التي سمحت له بالغياب عن بنية الكلام، أي بإعادة الفاعل الحقيقي إلى التركيب الجملي ليكتشف نوع العلاقة التي سوغت للجملة بأن تحذف أو تستبدل الفاعل المجاز، تستبدل الفاعل المجازي بالفاعل الحقيقي. وظهر أيضا في علم البديع عندما تحدث عن بنيتي الترديد والتعطف عندما أو عند حديثه عن استعمال الكلمة الواحدة معلقة بكلمة مرة ومعلقة بأخرى مرة أخرى في الكلام، وهذا يأتي كما أظن من قبيل تتابع المصاحبات المعجمية. أما العنصر الثالث فهو الإحالات. الإحالات هي عنصر أو عناصر لغوية داخلية وخارجية كما تعرفون في النص على وفق ما جاء في الدرس اللساني المعاصر، نحو له أدوات ربط لغوية مثل العطف والوصل وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وغير ذلك. وقد ظهر هذا العنصر في علم المعاني في حديثه عن بنية الوصل بين الجمل، والوصل كما تعرفون بواو العطف. ثم ظهر في علم البديع في بنيتين مهمتين هما بنية الالتفات في الضمائر وبنية التجريد. ثم عنصر الحذف الذي هو عنصر أساسي في معيار التتابع الرصفي ظهر في علم المعاني في حديثه عن بنية الإيجاز بالحذف، حذف الحرف وحذف الكلمة وحذف الجملة وحذف مجموعة الجمل واستدعاء جميع هذه المحذوفات للحضور في الكلام لاكتشاف دلالاته، كما ظهر في علم البديع في حديثه عن بنية المشاكل التقديرية التي تقتضي أن يستدعي الباحث عن دلالتها اللفظ المحذوف لتقدير الدلالة. أما العنصر الخامس من عناصر السبك فهو الاستبدال. ظهر هذا العنصر في علم البيان في حديثه عن بنية المجاز المرسل عند حديثه عن مخالفة المواضعة اللغوية واستبدال مفردة بأخرى في الكلام، إذ كان يمارس إعادة المتروك إلى بنية الكلام لاكتشاف نوع العلاقة التي سمحت له بالغياب عنها. ثم ظهر
في بنية المجاز الاستعاري عندما تحدث عن مخالفة المواضعة اللغوية واستبدال مفردة بأخرى في الكلام، إذ كان يمارس إعادة المحذوف أو المتروك إلى بنية الكلام لاكتشاف المسوغ الدلالي، أي جامع الاستعارة الذي سمح لهذا العنصر بالغياب عن التركيب. أما العنصر السادس، وربما يكون في نظري هو العنصر الكثير التداول في المقاربة بين الدرس اللساني النصي وبين البلاغة العربية، فهو عنصر التكرار. عنصر التكرار ظهر جليا في علم البديع في بنيات متعددة، منها تكرار الألفاظ، المجاورة، تشابه الأطراف، رد الأعجاز على الصدور، العكس والتبديل والمشاكلة التحقيقية، والقائمة ربما أكثر من هذا في علم البديع، وهي ما سميت تقريبا بالمحسنات اللفظية. أما الحبك الذي تحدثت عنه الدراسات اللسانية الغربية وحددت له عناصر حققت نصية النص، فهو يعتمد على العناصر المفهومية التي تشكل العلاقات الناشئة بين عناصر السبك المستعملة في المستوى السطحي للنص، ذلك أن هذه العناصر المفهومية تسمح للنص في تحقيق استمرارية المتوالية الكلامية لإنتاج الدلالة داخل هذا النص. وهذا المعيار، معيار الحبك، تشكل من أكثر من عنصر. العنصر الشهير الأول هو الروابط المنطقية. الروابط المنطقية هي العلاقات المنطقية التي تجمع العناصر اللغوية في مستوى النص، نحو علاقات السببية مسببية، علاقة الجزء والكل، الملازمة والملزومية وغير ذلك. ففي الوقوف على المنجز البلاغي في علم البيان مثلا، وجدت أن بنية المجاز المرسل قد حققت هذه العلاقة المفهومية انطلاقا من مفهوم العلاقات الممكنة التي تقوم على مبدأ الملازمة بين لفظي البنية المجازية، أعني اللفظ الحقيقي الغائب واللفظ المجازي الحاضر فيها، وذلك من أجل إغلاق دائرة الكلام وتعيين الدلالة. بطبيعة الحال وضع منجز علم البيان يده على مجموعة من الروابط المنطقية، نحو علاقة الجزء بالكل، وعلاقة الكل بالجزء، وعلاقة السبب بالمسبب، وعلاقة المسبب بالمسبب أو بالسبب، وعلاقة اللازمية، وعلاقة المفهومية، وعلاقة الماضي اعتبار ما كان، وعلاقة الحاضر اعتبار ما يكون، وعلاقة الأثر الناتج عن الآلة أي العلاقة الآلية، وغيرها من العلاقات المنطقية التي إذا حضرت واحدة منها غابت الأخرى. وأيضا ظهر هذا في حديث علم البيان عن بنية المجاز العقلي انطلاقا من مبدأ إحكام العملية الإسنادية باستدعاء الفاعل الحقيقي حتى تكتمل دائرة البنية الجملية ولتعيين الدلالة. وقد وضع منجز علم البيان يده على عدد كبير من الروابط المنطقية تلتقي بطبيعة الحال روابط بنية المجاز المرسل لمسألة بسيطة جدا، وهي حيثما يكون المجاز العقلي يكون المجاز المرسل في الفاعل، أما إن لم يكن لفظ المجاز المرسل في غير الفاعل فلا يكون
المجاز العقلي ممكنا. وأيضا وجدته في بنية الكناية انطلاقا من إحضار طرفيها، أعني طرف المكنى به وطرف المكنى عنه، وذلك أننا عندما نعالج لفظ الكناية أو بنية الكناية نضع يدنا على الطرفين، المكنى به أي المعنى الأولي للكناية، والمكنى عنه أي المعنى البعيد في الكناية كما تعرفون. ولاحظت أن العلاقة في بعض الأحيان بين طرفي المكنى به والمكنى عنه هي علاقة الملازمة حينا وعلاقة المجاورة حينا آخر. فإذا كانت العلاقة علاقة الملازمة فتكون عندئذ هي من الروابط المنطقية، فمثلا ملازمة طول القامة لطول النجاد هي ملازمة منطقية، من المنطقي أن تكون أو أن يكون النجاد طويلا لتكون القامة طويلة. وظهر هذا العنصر أيضا في علم البديع، وذلك في حديثه عن بنيات متعددة نحو التوشيح والأرصاد والتعليل والتسهيم انطلاقا من فاعليتها في ربط أجزاء الكلام بناء على آلية التوقع، توقع المعنى المبنية على السبب والأثر، وملخصها في المنجز البديع أن يدل أول الكلام على آخره. العنصر الثاني هي الروابط التصورية، وهي روابط متعددة جدا ومفتوحة، لكن يمكن يعني أن أذكر منها على وفق ما جاء في الدرس اللساني النصي علاقات التطابقات، التقابلات، المقارنات، الموازنات، المتماثلات، المتشابهات وغير هذه العلاقات. عند وقوفي على المنجز البلاغي وجدت مجموعة من هذه العلاقات توفرت في الدرس أو في هذا الدرس. كانت العلاقة الأولى هي علاقة الترتيب المفهومية، ظهرت في علم المعاني وتمثلت في علاقة عطف الخاص على العام وعطف العام على الخاص والإيضاح بعد الإبهام والتوشيع، وذلك عند حديث علم المعاني عن بنية الإقناع انطلاقا من البحث عن ترابط أجزاء بنية الإقناع بالاعتماد على علاقات الترتيب المفهومية بينهما. ثم العلاقة الثانية هي علاقة المحتوى المضموني، إذ انقسمت قسمين، القسم الأول كانت علاقة الاكتمال في المضمون، ظهر في علم المعاني عندما تحدث عن بنية الإقناع، وأعني علاقة الاكتمال في المضمون هنا العلاقة التي تحقق تتميم المعنى بمعنى إضافي أو دلالة هامشية إضافية انطلاقا من البحث عن مسوغات إحكام البنية الكلامية أو إحكام أجزاء البنية الكلامية. وقد وضع علم المعاني لهذه العلاقة مجموعة من المصطلحات هي الإغال والتكميل أو الاحتراس والتذييل والتتميم. وظهرت فيه أيضا أي في علم المعاني عندما تحدث عن بنية الفصل محققة تطابق المعاني أو جزءا من تطابقها بين الجمل، واستخدم لهذه العلاقة أو لهذه المسألة مصطلحي كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال، كما ظهرت أيضا في علم البديع.
عند حديثه عن الأبنية الكلامية التي لا تنغلق على دلالتها إلا بتمام التراكيب، استخدم لها مصطلحات متعددة نحو التتميم والتذييل والإغال وتأكيد المدح بما يشبه الذم وتأكيد الذم بما يشبه المدح. أما القسم الثاني من العلاقة المضمونية هي علاقة التباين في المضمون، ظهرت في علم المعاني عندما تحدث عن بنية الفصل، وهي علاقة تحقق تباينا بين جملتين كون المستوى السطحي بينهما عدم التوافق، بحيث لا يتوافقان إنشاء أو خبرا، أو لا يتوافقان في المعنى وفي المعنى واللفظ معا، أو في المعنى وحده، أو يتوافقان في الإنشاء والخبر ولكن تغيب عنهما جهة مقامية جامعة بينهما. واستخدم لهذه العلاقة مصطلحي كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع. العلاقة الثالثة علاقة المشابهة أو علاقة التشابه، ظهرت هذه العلاقة في علم البيان عندما تحدث عن بنية طرفي التشبيه، البنية التعددية والبنية التركيبية. البنية التعددية استعمل لوصفها 4 مصطلحات: التشبيه الملفوف، التشبيه المفروق، تشبيه التسوية، وتشبيه الجمع. وعلم البيان بهذا يصف المستوى السطحي بالعلاقات المفهومية، أي عناصر المشبه، عناصر المشبه به بحسب ترتيبها في بنية التشبيه بالاعتماد على علاقة التشابه. وكذلك في وقوفه على البنية التركيبية التي يكون ناتجها تعدد عناصر أحد طرفي التشبيه بمقابلة عناصر متعددة يجمع بينها علاقة التشبيه. ثم هناك علاقة المجاورة، ظهرت علاقة المجاورة في علم البيان، وهي تأتي من قبيل أن العلاقة تقوم على مبدأ المجاورة بين ألفاظ البنية، وذلك في حديثه عن بنية الكناية. بنية الكناية انطلاقا من إحضار طرفي الكناية المكنى به والمكنى عنه إلى البنية التركيبية اعتمادا على علاقات المجاورة بين هذين الطرفين، ويأتي هذا الأمر بطبيعة الحال من مبدأ المواضعة لا من مبدأ الملازمة. مبدأ الملازمة يقع في الروابط المنطقية، أما مبدأ المواضعة، والذي أعنيه بمبدأ المواضعة هو ما تواضع عليه أهل اللغة من أن هذا الطرف المكنى به يقود إلى المكنى عنه تواضعا لا ملازمة. كان نقول أن أو نقول إن الكرم مثلا يجاور كثرة الرماد في الفكر العربي، فيكون إذن الكرم هو يقيم علاقة المجاورة مع الرماد بناء على الثقافة أو بناء على المواضعة. وظهرت أيضا في بنية المجازين العقلي والمرسل، انطلاقا من إحضار لفظي البنية، اللفظ الحقيقي واللفظ المجازي، لإغلاق دائرة الكلام وتعيين الدلالة كما قلت فيما تقدم. وقد تمثلت هذه العلاقات في علاقة الحالية وعلاقة المحلية وغيرها من العلاقات التي تنبني على المجاورة
وليس على الملازمة، كما ظهرت أيضا في حديثه عن أبنية الاستعارة انطلاقا من ربط دالي الاستعارة الحاضر والغائب بما يلائمهما من الصفات التي ذكرت في الألفاظ أو في ألفاظ بنية الكلام التي تحيط البؤرة بالبؤرة الاستعارية، واستعمل لها مصطلحين الترشيح والتجريد. ثم هنالك علاقة التباين أو التضاد، وهذه العلاقة تأتي من قبيل أن العلاقات قد تقوم على مبدأ التباين والتباعد بين ألفاظ بنية الكلام مع توفر المناسبة العامة بينها. ظهرت هذه العلاقة في منجز علم البيان عند حديثه عن بنية الاستعارة العنادية، وظهرت في منجز علم البديع عند حديثه عن الدالات المعجمية والعلاقات بينها، العلاقات القائمة على التباين في الوقت الذي تحافظ فيه على مبدأ التناسب العام، ووضعها في مجموعة مصطلحات نحو الطباق والتكافؤ والمخالفة وإهام التضاد. ومن ثم هناك علاقة التوافق، هذه العلاقة التي تأتي من قبيل أن العلاقات قد تقوم على مبدأ التوافق بين ألفاظ البنية مع توفر المناسبة العامة بينها، وهي على العكس من علاقة التضاد. وهذه العلاقة أيضا ظهرت في منجز علم البيان في حديثه عن بنية الاستعارة واسمها الاستعارة الوفاقية، كما ظهرت في علم البديع في أو تحت مصطلحات ومسميات متعددة نحو مراعاة النظير والتناسب والمؤاخاة والتوافق. بطبيعة الحال علاقة التوافق قد تكون بين الألفاظ بحيث تتوافق بين اللفظين، ثم قد تكون بين الألفاظ وبين أجزاء الكلام، أو بين معاني أجزاء الكلام. فإذا كنا نتحدث عن التوافق بين أجزاء الكلام، فإننا نشير في علم البديع إلى مجموعة من المصطلحات التي حققت هذه العلاقة، كما في التقسيم والإجمال والتفصيل والتفسير والطي والنشر أو اللف والنشر وتكرار المعاني والاستقصاء. كل هذه تحقق توافقاً بين المعاني. ثم هنالك العلاقة الأخيرة، وهي علاقة المقارنة. علاقة المقارنة أو علاقات المقارنة تمثل أو تظهر في بنية المقارنة أو البنية التي تعتمد على آلية المقارنة. أقصد بالبنية التي تعتمد على المقارنة أن تتوفر في البنية مجموعة عناصر تقابل مجموعة عناصر أخرى على ثلاث علاقات أو على واحدة من العلاقات الثلاث. العلاقات أقصدها أو العلاقات التي أقصدها هي علاقة التناظر وعلاقة التضاد وعلاقة التخالف. فإذا ما وقفنا على ما قدمه علم البيان البديع، فإننا نجد مجموعة من المصطلحات تحقق مثل هذه العلاقات نحو المقابلة
والتقابل والمختلف والمؤتلف والمعادلة والانتقال والرجوع والموازنة والتفريع والاستتباع والإدماج والاضطراب. ختاما أرجو أن أكون بهذه القراءة المتعجلة لمنجز الدرس البلاغي العربي القديم قد وضعت يدي على بعض مفاتيح تماسك النص أو التماسك النصي التي استعملها هذا المنجز لتحقيق غايته في الكشف عن آليات البلاغة التأثيرية الجمالية في كلام العرب. أرجو أن لا أكون قد يعني جعلت الملل في نفوسكم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك أستاذنا الدكتور فايز الفرعان عن ما قدمته من معلومات وافية ومفيدة للجميع إن شاء الله. الآن تبدأ المداخلات، نفتح باب المداخلات. دكتور عبد الله. مرحبا دكتورة، كيف الحال؟ أهلا يا دكتور. بارك الله بك دكتور، شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة. طبعا أنت تقول على عجالة، أنا أقول هي قراءة تاريخية مرت على عصور كثيرة وزمان كثير من القراءات ومن المتابعة، لذلك جاءت هذه المحاضرة طبعا مكثفة، وهي تحتاج إلى أكثر من هذا الوقت الذي خصص للدكتور، فهو موضوع شائك جدا ومتشعب، لذلك أعتقد أنه سيفتح المجال أمام أسئلة كثيرة، ولا سيما أن هذا الموضوع موضوع شائك امتد لسنوات عدة منذ بدء الدرس اللساني أو عفوا الدرس النصي الذي جاء من أجل حل إشكالات، ومع ذلك هذه الإشكالات لم تحل لحد الآن. نفتح باب المداخلات الأخوة. بالنسبة للمداخلات أعتقد يتم رفع اليد أولا، ثم يتم سؤال الأستاذ والإجابة، وحبذا تكون الأسئلة مختصرة لكي نعطي مجال أكثر لمن يحب المداخلة. وأهلا وسهلا بالجميع بالحضور على في هذه الندوة العلمية، طبعا المحاضرة القيمة التي قدمها دكتور فايز، ونتمنى منه أن يقدم لنا محاضرة أخرى بإذن الله تعالى، لكن على شكل أجزاء لكي يتم استيعاب الموضوع، فالموضوع أكبر بكثير مما يتصوره الكثيرون. نبدأ المداخلة. أعتقد أنه أستاذ أنور كان قد رفع يديه قبل مدة من الزمن. إيه كان عفوا موجود؟ دكتور عبد الله، دكتور استاذ فائز، دكتور فائز لطفا تسجيل الأسئلة او المداخلات كي تجيب عليها تباعا لو سمحت. لا حاضر. شكرا جزيلا. طبعا الأسئلة تسجل عندي، ومن أحب أن يسجل الأسئلة أيضا في الشات يمكن أن يرسل الأسئلة، بما أنه لا توجد أسئلة لحد الآن. أنا أحب أن أوجه مجموعة من المداخلات مع دكتورنا وأستاذنا. طبعا دكتور، عندما نقرأ هذا الكم الهائل عن مسألة التماسك، وطبعا عدا الاختلاف في الترجمات، يعني كما تعلم التماسك والاتساق والحبك والسبك وما إلى ذلك من مصطلحات اختلطت كثيرا على الدارسين، لماذا نحتاج إلى التماسك في النص؟ هل هو أساس جوهري في النص أم هو بنية جمالية فيه؟ انتهى السؤال يا دكتور؟ نعم دكتور، السؤال نعم. هل التماسك جوهري وأساسي في النص أم إن هو بنية شكلية أو جمالية في النص؟ نعم، يعني عفوا دكتور فائز، ناخذ أيضا لدينا أنور عباس محمد. أنور نعم عباس محمد. نعم 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 دكتورة. نعم تقدر لا عفوا، مداخلتك. والله أنا أشكركم، لا بس مستمتع بمحاضرتكم ومداخلاتكم، نعم فأسمع وياكم إن شاء الله، وأنا مستمتع بوجودي معاكم. بارك الله نعم فيكم على هذه المحاضرة القيمة. شكرا جزيلا. بنت المدينة، مداخلة بنت المدينة.
بنت المدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا على المحاضرة القيمة، ولدي استفسار. سبق لي أن بحثت في مجال التماسك النصي، هو يحمل نفس الموضوع الترابط النصي، لكن لاحظت أنه يدخل في مجال أكثر من مجال من علوم اللغة، مجال المعجمي ومجال النحوي ومجال الصرفي والصوتي وكذلك البلاغي. لاحظت أنك تكلمت عن التكرار في المجال المعجمي، من أدوات التماسك المعجمية التكرار أيضا، هل هناك فرق بينهما أم أن يوظف التماسك النصي في مجال حسب الذي بنت المدينة؟ لو سمحتي أعيدي السؤال فقط، لأنه الصوت يقطع في تقطيع. نعم بنت المدينة، ممكن تعيدين السؤال؟ الآن صوت واضح؟ نعم واضح. نعم تفضل. أيوة، التماسك النصي يدخل فيه أكثر من مجال، في مجال النحو والصرف والصوت والبلاغة. ذكرت أنت مجال التكرار والفصل والوصل، لكن لاحظت نعم بحثت في التكرار، في هناك تكرار معجمي يعمل على ربط النص أو التماسك النصي، هل يختلف عن التكرار في مجال البلاغة؟ لا. أيضا هل يوظف التماسك النصي، هل يوظف حسب العلم الذي يدرس تحت، مثلا في البلاغة التماسك النصي من ناحية بلاغية، التماسك النصي من ناحية نحوية أو صرفية أو صوتية، هل بهذه الطريقة يتم توظيف التماسك النصي؟ نعم. شكرا بنت المدينة، شو واضح السؤال. دكتورة نوار الدباغ. دكتورة نوار، دكتورة نوار أنت معنا؟ دكتورة نوار، نعم دكتورة أسماء. نعم تفضلي، مداخلتك أو سؤالك دكتورة. أولا شكرا للدكتور فايز على هذه المحاضرة القيمة. ولدي سؤال، بالنسبة للمصطلحين الغربيين كوهيرنس وكوهيجن، كيف نفرق بينهما عربيا بالدرس اللساني العربي؟ نحن نجد صعوبة في التفريق بين هذين المصطلحين حين التطبيق في الدراسات التطبيقية، نلاقي صعوبة، فإذا كان بالإمكان التفريق بينهما. وشكرا للدكتور. شكرا دكتورة نوار. معنا دكتور عبد القادر في دوحل. دكتور عبد القادر، دكتور عبد القادر يرجى فتح الميكروفون. دكتور عبد القادر، دكتور عبد الله افتح الميكروفون الدكتور عبد القادر لو سمحت. دكتورة مفتوح من عندي، حبذا يفتح الميكروفون من عنده دكتور عبد القادر. دكتور عبد القادر ممكن تفتح الميكروفون من يم حضرتك. ننتقل المهند احمد حسين الجبوري. نعم تفضل مهند. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا للدكتور فايز على هذه المحاضرة القيمة والبليغة في الوقت ذاته. عندي سؤال واحد فقط، هو ما يتعلق بعلوم البلاغة الثلاثة، علم المعاني والبيان والبديع، أيهما أكثر تأثيرا في عملية التماسك النصي؟ وشكرا. شكرا أستاذ مهند. معنا حسام الياس. نعم تفضل أستاذ حسام. شكرا جزيلا دكتور. انا عذرا لانه قطع عندي الصوت احيانا، فيعني فاتتني بعض الاشياء من المحاضره، لكن بالمجمل العام انا فقط يعني سؤالي لاستاذنا العزيز الدكتور فائز. كما هو معلوم ان النص يعني يحمل وظيفه رساليه حسب نظريه الاتصاليه، ان هناك رساله، هناك مرسل، هناك مرسل اليه، هناك التماسك النصي الذي تكلمنا عنه دكتور، أين يعني مكانه من المتلقي؟ يعني هل هو يعني المجازات التي تكلمنا عنها من استعارات، كنايات، تشبيهات إلى آخره، أو ما يعني تؤدي أحيانا إلى غموض فني في النص، ألا يقطع هذا يعني الرسالة التواصلية بين المرسل والمرسل إليه؟ مثلا يعني نضرب على سبيل المثال عفوا
أدونيس، كثير من قصائد أدونيس، نصوص أدونيس هي غامضة، لكن لا يعني لا فيها غرابة لغوية، لا فيها وحشة لغوية، لا فيها إلى آخره. هو يستخدم، الرجل يستخدم المجازات والكنايات والفنون البلاغية الأخرى، ولكن لماذا بقيت غامضة عن المتلقي لحد الآن؟ يعني حتى أن جمهور أدونيس ربما من الجمهور الذي يعني نسميه، يفترض أنه قد اطلع كثير المعاجم بدقة كي يفهم نصوص أدونيس. سؤالي يعني دكتور، يعني بكل بساطة، هل هذا الغموض يؤدي إلى قطع الصلة بين المرسل والمرسل إليه، غموض النص أو يعني المتلقي؟ شكرا جزيلا دكتورة. شكرا دكتور حسام. معنا دكتور عبد القادر في دوحة، عاد الى التطبيق. دكتور عبد القادر، هل انت معنا؟ دكتور عبد القادر، دكتور عبد القادر، حبذا لو تفتح الميكروفون. دكتور عبد القادر، نعود الى الاستاذ الدكتور فائز للاجابه على هذه المداخلات، لحين عوده دكتور عبد القادر في دوح للاتصال. نعم. طيب، السلام عليكم، شكرا. يعني هذه تساؤلات تثري المحاضرة حقيقة، تثري الجلسة. تساؤلات وجيهة. أبدأ بتساؤلات الدكتور عبد الله. دكتور عبد الله يسألني، يعني فهمت السؤال، هل الدراسات، دراسات النص تحتاج، دراسات النص الجمالية تحتاج إلى الحديث عن التماسك النصي، هكذا يا دكتور عبد الله؟ عفوا دكتور، لا، السؤال دكتور، هل التماسك شيء جوهري في النص أم جمالي؟ التماسك النصي، أيوه، هل وجود التماسك في النص جوهري أم جمالي؟ لأن نجد في بعض الأحيان أن النص قد يكون من كلمة واحدة. نعم، جيد. أولا دكتورة أسماء، يعني تسمعينني الآن؟ عفوا دكتور، نعم دكتور فائز، نستميحك عذرا، لأن دكتور عبد القادر، دكتور عبد القادر، نعم نسمعك وتستطيع المداخلة الآن. طيب شكرا لك. من بعد بسم الله الرحمن الرحيم، عذرا على الخلل الموجود عندي في جهازي في الحاسوب، والآن دخلت من خلال التليفون يعني، فأرجو المعذرة على هذا الخلل. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لجامعة الموصل على ما تقوم به من نشاط علمي مثمر، والشكر موصول إلى سعادة الفاضل الدكتور فايز والقائمين على النشاط، بخاصة الدكتورة أسماء وكل الفريق العمل الذي يسهر على مثل إنجاز مثل هذه النشاطات. أستاذي الفاضل الدكتور دكتور فايز، هناك من البلاغيين من عد القرآن كالكلمة الواحدة لشدة تماسك آياته وصوره، حيث تتماسك فيه الآية مع الآية، والآية مع الصورة، والصورة مع الصورة، على الرغم من اختلاف الصور في الموضوعات، فهذه الموضوعات رغم اختلافها واختلاف أسلوبها وتفاوت فترات نزولها، ومع ذلك فإنها تتسم بالتماسك الموضوعي والوحدة الموضوعية، لأنها تتناول موضوعا عاما موحدا هو إفراد الله تعالى وتوحيده بالعباد. سؤالي هو، إلى أي مدى أو إلى أي حد تتوافق المعايير التي ذكرتها والتي التي تحدث عنها المحدثون فيما يخص التركيز على العناصر اللغويه، وهي على وجه الخصوص الظهور والبيان كما تفضلت في محاضرتك القيمه، والتركيز على المعيار الاتصالي في الاطار في اطار عمليه التواصل المثمر، حين يحقق هذا التواصل إمكانية قدرة إنجاز جلية واضحة للمعالم في ذهن المتلقي. السؤال الثاني هو، ما هي الحدود الفاصلة بين القدامى والمحدثين
في تمييز التماسك النصي. وشكرا لك. نعم. طيب أعود إلى، شكرا يا دكتور عبد القادر، يعني سؤال ما شاء الله، سؤالان جميلة. دكتور فائز تمتلك ابتسامة نعم. جميلة، تمتلك ابتسامة جميلة دكتور فائز. الله يرضى عليك، هذا من لطفك يا دكتورة. إذا نحن عندما أعود للدكتور عبد الله، عندما نتحدث أو يتحدث الدرس اللساني المعاصر عن تماسك النص من حيث المبدأ، هو يضعه فيما يجعل النص نصا، يعني هو معيار من معايير النصية، وذلك حتى يترك منطقة الكلام ويترك منطقة اللغة ليدخل إلى النص محملا بمجموعة من المعايير ليحاكم دلالات النص على وفقها. والسبك والحبك معياران من هذه المعايير. فدائما وابدا، فمثلا لو اخذنا عنوان هذه المداخله، عنوان المحاضره، التماسك النصي بين الدرس البلاغي والدرس اللساني النصي، فهذا يعني اننا دخلنا مقيدين بالحديث عن ان النص فيه تماسك، فان لم يتوفر معيار التماسك فلا يكون النص نصا. من هذه الزاوية لا يكون الحديث عن تماسك النص مؤديا إلى الحديث عن جماليات النص أو جماليات الكلام التي أسميها دائما التأثير، الوظيفة التأثيرية لكلام الأدب. وبالتالي يعني إذا بحثنا في أي نص عن التماسك، كونه نص سنجد التماسك متوفر في هذا النص. جيد. الآن بطبيعة الحال يعني هنالك مجموعة من المعايير كما تعرف ويعرف جميع الإخوان أن هذه المعايير لابد من أن تتوفر في الكلام حتى نتحدث عن التماسك. فإذا كان ما نتحدث عنه مثلاً يفقد المقبولية، مقبولية أن يكون نصا بيني وبينكم، فلا مجال هناك للحديث عن التماسك فيه. إيه؟ الآن بنت المدينة سألتني سؤالين أظن. السؤال الثاني له صلة بسؤال الدكتور عبد الله، وهو أين نضع التماسك النصي في دراساتنا، كيف نتعامل نستفيد منه. أنا يعني من وجهة نظري نحن لا نستفيد في دراسة النص تماسك النصي إلا في دراسة البنية اللغوية للنصوص، أما في الجماليات دراسات الجمالية فنحن لسنا بحاجة لمفهوم التماسك النصي وتطبيق معايير التماسك النصي وعناصره على النصوص لاكتشاف جمالياتها. لماذا؟ لأن الجماليات فوقية على البنية، ليست من ضمن البنية، يعني هي تأتي فوق البنية، نلحظها في عملية التلقي ونلحظها في عملية كيفية الترتيب والتنظيم داخل هذه البنية. بالنسبة للتكرار، التكرار المعجمي، لا أعرف ما تقصدين بالتكرار المعجمي، إلا إن كان معنى التكرار يعني تكرار المفردات داخل البنية، تكرار الكلمات وتكرار البنية. نعم يا مدينة. يا نعم بنت المدينة. يا بنت المدينة تفضلي. نعم. ماذا تقصدين بالتكرار المعجمي يعني؟ أدوات التماسك في أدوات نحوية في أدوات معجمية. من الأدوات المعجمية التكرار والمصاحبة،
وايضا من الادوات النحويه الاحاله بالتكرار. فلما اقول التكرار المعجمي اقصد فيه اللي هو النوع الثاني اللي هو نوع من ادوات الاحاله التكرار المعجمي، تكرار من الادوات المعجميه التكرار اللي هو تكرار مفرده او تكرار كلمه او تكرار حرف او جمله في نفس النص. هذا ما قصدته. هل يختلف عنه من الناحيه البلاغيه؟ نعم فهمت الان. يعني انت تتحدثين اولا او تطلبين السؤال في النص. الان هذه المعلومات تكرار المعجمي وتكرار الكلمه تكرار المصاحبات الى اخره، اذا حملتها الى النص تصبح داخل بنيه، بمعنى لابد ان نتحدث عن تكوين تكراري متكامل يبدا باصغر مكون وينتهي الى اكبر مكون. اصغر مكون المقصود به بحسب حقل الدراسه التي تعودين اليها. اذا كانت هذه الدراسه دراسه لغويه قد تتعاملين مع تكرار الحروف، تتعاملين مع اصغر وحده صوتيه. اذا كنت تنطلقين من معيار بلاغي او من تصور بلاغي فستبدأين بتكرار الكلمات. تكرار الكلمات له نظام في الكلام في الدرس البلاغي، يبدأ بالكلمة المكررة بناء على مثلا المجاورة، أن تجاور الكلمة الأخرى في البنية، ثم تتسع الرقعة المكانية، يعني تتباعد الكلمات، فتتحدثين عندئذ عن تكرار الكلمات في رد الأعجاز على الصدور أو عن الترديد، ثم على تشابه الأطراف إذا كانت بين جملتين، ثم العكس والتبديل، وهكذا تصبح بنية التكرار بنية واسعة فيها صور كثيرة. عندئذ هذه الصور، هذه الأشكال التكرارية هي تؤدي بطبيعة الحال إلى قيم تأثيرية أو جمالية بحسب يعني الإمكانيات التطبيقية أو فهمنا لإمكانيات بنية التكرار. الدكتورة نوار تسأل هل من الممكن يعني أن نفرق بسهولة بين مصطلحي كوهيجن وكوهيرنس؟ أنا أشرت فيما قدمت إلى أن المسألة فيها كثير من المشكلات، لكني يعني بسطت المسألة على أن كوهيجن تتحدث عن العلاقات السطحية، تتحدث عن الروابط اللغوية السطحية في بنية النص، وأن الحبك يتحدث عن العلاقات المفهومية لهذه العناصر اللغوية أو لهذه الأشكال السطحية في النص. يمكن يعني أن نفرق بين المصطلحين من هذا المنطلق. دكتور مهند الجبوري، علوم البلاغة أيهما أكثر تأثيراً في عملية التماسك؟ إن فهمت يعني السؤال صحيح، يعني ربما يريد ما أكثر علم ورد فيه الحديث عن التماسك النصي. المشهور في دراسات التماسك النصي من وجهة نظر بلاغية تستعمل في كثير من الأحيان أشكال علم البديع كما فعل جميل عبد المجيد في كتابه المشهور المعروف، لكن لا يخلو علم البيان وعلم المعاني من تمثلات التماسك النصي في السبك والحب كما أشرت في بعض مواقع المداخلة. طبعا أنا لم ألجأ لمسألة التوضيح بالتطبيق لأن هذا أمر يحتاج حقيقة إلى يعني فترة زمنية مسبقة للندوة حتى أنجز مثل هذه المسألة، يعني يحتاج إلى بحث علمي حقيقي.
دكتور حسام إياس، أين مكان التماسك من المتلقي في النص؟ يعني بحدود معرفتي أن التماسك في دراسات النصية أو اللسانية النصية يتحدث أو خاص بمعياري السبك والحبك، وهذان المعياران ليس للمتلقي علاقة مباشرة في تحققهما. لماذا؟ لأن منتج النص هو المكلف بتوفير هذين المعيارين ليكون نصه مقبولا، أي لينال الإقرار بين طرفي الرسالة. لكن ربما يعني تشير إلى مسألة أخرى، وهي ما علاقة المتلقي بالنص المتماسك الذي حقق التماسك. أقول إن الحديث عن هذه المسألة له علاقة بمسألتين. المسألة الأولى بنظرية الاتصال، نظرية الاتصالية، سواء على المستوى التداولي أو السيميائي، أو له علاقة بنظرية التلقي، بمعنى أن يتفاعل المتلقي مع النص فيضيف إليه بناء على أبنيته اللغوية الدلالات الممكنة، وهذه الدلالات الممكنة تكون مضافة إلى مقاصد صاحب النص، ولا تكون بطبيعة الحال هذه الدلالات هي دلالات مفتوحة كما يظن كثير من الناس الذين يتعاملون مع نظرية التلقي، يحسبون أن المتلقي له حرية إضافة المعاني والدلالات للنص. في ظني هذا التصور تصور غير دقيق، لأن علماء النص كأيسر مثلا وضع شروط وقيود على مسألة التلقي حتى يضيف المتلقي للنص. هذا القيود من أهمها البنية اللغوية، فإن سمحت البنية اللغوية بجميع المعطيات أو بجميع تقنيات اللغة أن تضيف إليها دلالات، كان يمكن مثل هذه الإضافة. مسألة الدكتور حسام الياس، الغموض في النص، يسألنا أو سألني عن الغموض في النص، وهذا الغموض يؤدي إلى قطع الصلة مع المتلقي. إذا فهمت يعني أنا ما يريده تماما الدكتور، طبعا معايير النص التي تحدث عنها ديبو جراند والدرس اللساني المعاصر فيما عرفت في تصوري غير كافية لإزالة كثير من اللبس داخل النصوص. لماذا؟ لأن النصوص في العادة بحسب بعض المفهومات تتعامل مع ركامات كثيرة جدا من المادة المعرفية السابقة التي تكونها في الوقت الذي يتكون النص من مجموعة أبنية لغوية تستعمل آليات مختلفة للتعبير عن الدلالة، وتسلك مسالك مختلفة، منها مسالك لها علاقة بالعناصر اللغوية كعلاقات الاستبدال، عناصر المفردات كعلاقات الاستبدال الأكبر بين البنية والمعنى التي يمكن أن نضع أو نستعمل لها مصطلح التمثيل مثلا، وبعض العناصر المفهومية والتصورات المفهومية التي تكون
مختبئة داخل النصوص. ولذلك مهمة المتلقي في كثير من الأحيان تكون عسيرة إذا ما كان الخطاب منتمياً إلى خطاب معاصر مثلاً، يفتقد فيه إلى كثير من المرجعية. فضربت حضرتك مثلاً أدونيس، شعر أدونيس، شعر أدونيس حتى نتواصل معه نحتاج إلى مرجعيات كثيرة اتكأ عليها أدونيس من الثقافة الفرنسية أو الغربية إلى آخره، لا بد من أن نمتلكها حتى نستطيع أن نتواصل مع نصوصه وأن نزيل كثيرا من الغموض الذي يعني نجده فيه. وبطبيعة الحال لغة اللغة الأدبية، لغة الانحراف، لغة الانزياح في الشعر المعاصر عموما هي لغة تقود إلى مثل هذا الغموض في بعض الأحيان. دكتور عبد القادر، يعني تحدث عن القرآن الكريم بوصفه كلمة واحدة تقود أجزاؤه إلى الكل وتفصيلاته إلى الكل ليكون كلمة واحدة. جميل، يعني هذا تصور جيد وجميل، لكن لا يعني أن لا نتحدث عنه من وجهات نظر مختلفة. بمعنى، هل يمكن أن نطبق المعايير النصية على النص القرآني؟ الجواب نعم، يمكن أن نطبق المعايير النصية على القرآن الكريم، لكن لا يعني كلامي أن هذه المعايير معايير مقدسة لا بد من توفرها في النص القرآني حتى تكون أو يكون النص القرآني نصا بحسب مفهومنا. فمثلا لو أخذنا معيار التناص، التناص كما تعرفون معيار يتحدث عن تداخل النصوص، بمعنى أن النص دائما تسبق مجموعة نصوص يأخذ منها هذا النص. فهل ينطبق هذا الكلام على القرآن الكريم؟ إذا كان الجواب نعم، يكون السؤال من أي نص يأخذ القرآن الكريم؟ وإذا كان الجواب لا، لا بد من مبرر لهذه الإجابة. يعني حتى أصل إلى ما أستريح إليه في هذه المسألة، أسأل نفسي السؤال الآتي: هل القرآن الكريم هو نص يمكن تجنيسه كنصوص البشر؟ نحن نعرف أن النصوص الإنسانية يمكن تجنيسها، والعرب وضعوا أجناس للكلام، جنسان مثلا النثر والشعر، ثم تحدثوا في النثر عن الخطابة، عن الرسائل إلى آخره في الشعر وهكذا. وكل المنتج الإنساني، النصوص الإنسانية وضعت تحت مجهر التجنيس. لأن القرآن الكريم هل هو جنس من النثر أم جنس من الشعر؟ أترك الإجابة لمقولة الوليد ابن المغيرة عندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فقال لأصحابه من كفار قريش الذين حاولوا أن يتآمروا على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يجعلوا
صفات سلبية في رسالته، واحدة منها حاولوا أن يطعنوا في القرآن، فقال لهم: والله لقد سمعت من محمد كلاما لا هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. الوليد بن المغيرة شأنه شأن أي عربي في ذلك العصر، يستطيع أن يجنس الكلام، أن يصنف الكلام، يستطيع أن يحكم على الكلام إن كان سجعا أو كان سجعا كسجع الكهان مثلا، أو كان شعرا أو كان رسالة أو كان خطبة، لكنه لم يستطع أن يفعل ذلك، وهذا علامة على أن القرآن الكريم جنس مختلف عن كلام البشر. وبالتالي من الصعوبة بمكان أن نقبل أو أن يقبل القرآن الكريم المعايير المختلفة الكثيرة التي يمكن أن نستعملها في تنصيص الكلام البشري، لكن من الممكن أن يقبل بعضها. المنجز البلاغي واللغوي الذي أقيم حول دراسة القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم، أعتقد أنه ما استطاع أن يأتي بشيء مقنع في هذه المسألة. بمعنى، تحدثوا عن بلاغة القرآن الكريم، هذه البلاغة المعجزة، فوقفوا على بعض أشكال الإعجاز البلاغي كالاستعارة وغيرها كما فعل الباقلاني، ونفوا بعض أشكال البلاغة كالطباق أو أشكال البديع لأنها قريبة من صناعة البشر. وما حسمت المسألة في الإعجاز البلاغي كما أرى. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يجب أن نتعامل معه بطريقة مختلفة من حيث هو إعجاز في تصوري، وربما في تصور بعضكم أو بعض الناس، أن الإعجاز في القرآن الكريم بكليته لا بتفصيلاته. لماذا؟ لأن التفصيلات في القرآن الكريم جاءت على وفق استعمالات العرب، أما الكلية فلم يأتي القرآن الكريم على ما على مثل ما جاء به العرب. نحن لم نقرأ نصا يشبه نصوص القرآن الكريم في المنتج العربي أو الأدبي العربي، لا في نثره ولا في شعره. السؤال الثاني للدكتور عبد القادر، يعني حبذا يا دكتور عبد القادر لو يعني أعنتني في تذكره، لأنه يعني هنا ملحوظة عن تركيز العناصر اللغوية، البيان والمعيار الاتصال إلى آخره. دكتور عبد القادر، أنت معنا دكتور عبد القادر؟ دكتور، الحدود الفاصلة بين حسب ما ذكر الدكتور عبد القادر، الحدود الفاصلة بين الدرس النصي عند القدماء وعند المحدثين. نعم، تسمعني الآن؟ عفواً، دكتور عبد القادر تفضل. شكرا لك دكتورة أسماء، شكرا للدكتور المحاضر، وشكر أيضا دكتور عبد الله. سؤالي الثاني، واستسمح الدكتورة أسماء في أن أطرح سؤالا آخر، لأن الدكتور فتح لي شهية التساؤلات في مجالات أوسع. قصدي في السؤال الثاني هي: إلى أي مدى أو ما هي الحدود الفاصلة بين القدامى والمحدثين في تمييز تماسك النصي؟ نعم، هذا واحد. نعم، أعطيك فرصة للإجابة وبعدين أطرح سؤال ثاني أحسن. لا دكتور، أحسن. نعم دكتور، نعم. الحدود الفاصلة بين ما قدمه القدامى في الدرس النحوي أم في الدرس البلاغي يا دكتور؟ نعم، في البلاغي بالتحديد، في الدرس البلاغي. نعم، أنا يعني كما قلت فيما قدمت أن الدرس البلاغي
لم يقدم درسا في التماسك النصي. وأنا لست مع فكرة أن الدرس البلاغي يتحدث عن التماسك النصي أبدا، وإنما الدرس البلاغي كان يتحدث عن بلاغة الكلام، لكن من خلال حديثه عن بلاغة الكلام كان ينطلق من أن الكلام يتكون من أجزاء، وهذه الأجزاء لا بد من أن تتوفر فيها عوامل التلاحم والسبك والحبك حتى يجوز للمتكلم أو يجوز لصاحب الدرس البلاغي أن يتحدث عن بلاغته. لماذا؟ لأن مسألة النص التي نعالجها في درسنا الحديث بكلياتها وبخلفياتها غائبة عن الفكر القديم لمسألة بسيطة جدا، أن الدرس البلاغي القديم هو ابن علم اللغة القديم، والدرس اللساني المعاصر النص المعاصر هو ابن علم اللغة المعاصر، فالانتماءان مختلفان. بطبيعة الحال ستخرج أدوات تحليلية في الدرسين مختلفة. لماذا؟ لأن الخلفية تختلف بين الدرسين. هذا في تصوري يا دكتور عبد القادر. شكرا شكرا دكتور. سؤالي هنا عندي موضوع يؤرقني دائما باستمرار في أثناء تحليل النصوص، وهو أن هناك النص الخطاب المكتوب المألوف المعروف عندنا والنص المصاحب. النص المصاحب أسميه أنا هو النص الصورة، النص المسكوت عنه، النص البياض. هذه النصوص هي بمثابة نصوص مصاحبة للنص الأصلي في الخطاب. إلى أي حد يتوافر هذان المعياران السبك والحبك في النص المصاحب، وإلى أي حد يخدمان النص الأصلي، وهل هناك نظرية أو هل هناك طروحات من هذا القبيل تناولت هذا الموضوع تفيدني بها، لأنني في أمس الحاجة إليها، لأنني أريد أن أتناولها، عندي طرائق لتناولها بهذه الكيفية، لكن ليس لدي ما يثبت من نصوص أستشهد بها. وشكرا لك. نعم. الآن حضرتك يا دكتور أنت تتحدث عما يحضر في بنية النص. نعم. 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 وعما يغيب عن هذه البنية بكل أدوات أو التقنيات التي توضع من علامات ترقيم، من بياض إلى آخره داخل النصوص. طبيعة الحال مسألة السب والحب لا تتعامل كما تعرفون مع هذه الفكرة مباشرة. لماذا؟ لأن انطلاق فكرة السبك والحبك هي على النحو الآتي: أن عوامل الربط داخل النصوص هي عوامل صوتية تتمثل في المستوى الصوتي ابتداء من الجملة ومجموعة الجمل ثم أجزاء النص ثم مقاطع النص وهكذا، والعمل في هذا يجب أن يكون في المستوى السطحي. الآن حتى تكتمل عملية السبك لابد من البحث عن الروابط المفهومية بين عناصر السبك. يعني إذا كنا نتحدث عن السبك أو الربط بواو العطف بين الجمل لابد من أن نكمل
حديثنا عن الرابط المفهومي أو الدلالي المترتب على هذا العطف حتى تكتمل حلقة التماسك في المستويين، في المستوى الدلالي والمستوى الصوتي. هذا بناء على معيار السب ومعيار الحذف. الآن شكرا. لا ما أكملت يا دكتور. طيب تفضل. ما أكمل. الآن إذا أردنا أن نبحث في النصوص، يعني في مستوى أعلى من فكرة السبك والحبك للوصول إلى المنتج الدلالي النهائي في النصوص، بطبيعة الحال علينا أن نأخذ استراتيجيات. واحدة من هذه الاستراتيجيات أن نبدأ بتحليل النص من المستوى السطحي للوصول إلى المستوى العميق الذي ينتهي بالعثور على الدلالة النهائية للنص، أو أن نبدأ بالوحدة الدلالية الكبرى التي نعتقد أنها تشكل النص، ونبدأ بالبحث عن الإشارات والعلامات التي تحققها داخل النص. هذه الإشارات والعلامات قد تكون علامات لغوية وقد تكون علامات ثقافية إلى آخره. فمهما كانت الاستراتيجية الأولى أم الثانية، فإننا لابد من أن نستعمل كل ما هو ظاهر في توزيع النص، في بنية النص اللغوية وتوزيع أجزاء النص إلى آخره، ثم نقول إلى التقاط الدلالة المتشكلة في النص. يحضرني وأنا أتحدث في هذه المسألة مسألة البلاغة في تحليل النص. أنا يعني في بعض بحوثي استعملت آليات بلاغية في تحليل النص من وجهة نظري. أقول إن البلاغة، كل التحولات البلاغية التي نراها في سطح بنية النص، إنما هي تحولات عميقة، يعني تكون هي في البنية العميقة. فالاستعارة مثلا إذا أخذنا وإذا المنية أنشبت أظفارها مثلا، ما كانت استعارة المنية على هذه الشاكلة إلا لأنها كانت تعمل داخل النص في البنية العميقة لتكون منتجة للدلالة في مستواها السطح. ولذلك نحن يعني لابد من أن نتوسل بمجموعة أدوات لتحليل النصوص. وأعتقد أن النقد الظاهراتي يا دكتور عبد القادر يفيد كثيرا في التعامل مع الفراغات أو البياض في النصوص الذي تتغير. أرجو يعني أن أكون قد شكراً بالعكس، أوفيت واستوفيت، شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً دكتور عبد القادر، طبعاً أتعبناك كثيراً اليوم، لا أريد أن نكثر عليك من الأسئلة، طبعاً أتعبناك كثيراً، نأسف جداً أننا أخرنا الوقت. طبعاً أنا أيضاً اختصاصي علم لغة النص، وقد تناولت في أطروحتي للدكتوراه الانسجام في القرآن الكريم مظاهره وجمالياته، وطبقت هذا المعيار على النص القرآني. طبعا بالنسبة للدراسات النصية ظهرت من أجل الإجابة على سؤال معين، وهو كما تفضل الدكتور عبد القادر أنه جاءت لتميز ما بين الخطاب والنص، لذلك كانت هناك إشكالية ما بين الخطاب والنص، فجاءت دراسات أو كتب علم لغة النص لتركز على هذه المسألة. وكثير من الناس يطرح سؤال لماذا جاء الدرس اللساني علم لغة النص. يعني حقيقة أنا أحب أن أقول أن هذه الدراسات ستبقى قاصرة عن أداء هذا يعني تحليل النصوص، لأن اللغة حية وهي دائمة التطور. فعندما وجدت الدراسات السابقة، الدراسات السيميائية مثلا، أو دراسات المنهج التاريخي والمنهج النفسي أو المنهج الكلاسيكي أيضا في دراسة النصوص، كانت في وقتها رائجة، حتى الدراسات الأسلوبية، ثم بعد ذلك نجد أن هذه الدراسات عجزت عن
أداء ما كانت تقوم فيه في تطور اللغة، ذلك أن اللغة عبارة عن كائن حي يتطور. لذلك الدراسات النصية أنا أرى في المستقبل ستكون عاجزة أمام هذا التطور، كما كانت بعض الدراسات الأخرى عاجزة. طبعا أحد الأخوة سأل سؤال أنه هل ما الفرق بين بنية التراكيب البلاغية والتراكيب النصية؟ إذا كان الجواب لا فرق، فلماذا التسمية الحديثة؟ طبعا دكتور، انا دكتور فايز، هو سؤال لك لكن لا نريد ان نتعبك بالاجابه، فسأنهي المحاضره بهذا السؤال ان كنت تستطيع الاجابه، اما لا فيمكن ان يجيب عنك عنه. ما السؤال يا دكتور عبد الله؟ السؤال يقول ما الفرق بين التراكيب البلاغيه والتراكيب النصيه؟ اذا كان الجواب لا فرق، فلماذا التسميه الحديثه؟ نعم. طيب، يعني التراكيب البلاغية مصطلح لا أفهمه. لماذا؟ لأننا عندما نتحدث عن المسألة البلاغية نحن نتحدث عن تصور وآليات نسقطها على النصوص، على التركيب لنكتشف البلاغ. جيد؟ أما التراكيب النصية فهي كل تركيب ينتمي إلى نص بحسب مفهوم النص الذي نقتنع به. الآن البلاغة مثلا لو أخذنا مقابلة، قد يظن أحدهم أن المقابلة هي تركيب بلاغي. المقابلة آلية من آليات البلاغة في البحث عن بلاغة التركيب. جيد؟ وبالتالي نستطيع أن نفرق المقابلة من جميع العناصر اللغوية ونضع بدلا منها عناصر لغوية أخرى، ويبقى وتبقى الآلية هي الآلية والقالب هو القالب. لكن التركيب اللغوي إذا خسر عناصره ذهب إلى معيارية اللغة، إلى الجملة ومتعلقات الجملة إلى آخره. فأنا في من وجهة نظري ليس هنالك شيء اسمه تركيب بلاغي، هناك شيء اسمه شكل بلاغي، أنا أسميه الأشكال البلاغية. كل الآليات التقنيات البلاغية أنا أسميها الأشكال البلاغية حتى نخلص من يعني هذه مثل هذه التصورات. دكتور فايز، قبل أن نختتم طبعاً نرحب بدخول الأستاذ الدكتور عمر عتيق، أستاذ البلاغة من فلسطين. وأنا مبسوط جداً بالدكتور عمر. دكتور عمر تقدر تفتح الميكروفون لو لديك أي مداخلة. السلام عليكم ورحمة الله، يعني أسعد الله مساءكم بالصحة والسلامة دائماً. أنا كنت خلال الساعات الثلاث الماضية منهمكا في محاضرات إلكترونية، ولكن عندما شاهدت هذه الوجوه البهية استرحت، وأتمنى أن تتواصل الندوة، وخاصة أنني دخلت وأستاذ الدكتور فايز يتكلم، أتحفني جدا وأفدت جدا، وأنا ما زلت ظمآن لكلامكم، ويعني توقفت متأملا كلامك بالتفريق بين التراكيب الإسنادية أو التراكيب البلاغية، وهذه يعني أحسبها لك من فلسفة البلاغة وفلسفة اللغة. وأنا الصحيح تتلمذت من خلال أبحاثك التي لا تعد والتي تعلمت منها ما لا أجده في كتاب. كذلك فاتني كثيرا، فاتني الشيء الكثير والشيء الجميل، كلام الأستاذة الدكتورة أسماء وهي من المشاركين، وها أمامي أيضا الصديق العزيز الدكتور عبد القادر ويعني وكل الزملاء، الأستاذة الدكتورة جوانا وجاليا، تمنيت لو امتدت الحلقة دقائق حتى يعني أسمع وأستمتع، والأمر لكم.
دكتور. اهلا وسهلا بك دكتور، شكرا السلام لك على عليكم. هذا الحضور. عليكم السلام. هل لديك مداخلة معينة أو سؤال توجهه للدكتور فائز؟ والله الأخيرة من بالتأكيد أجل يعني في الفضاء البلاغي بشكل عام الأسئلة دائما حاضرة ما دام أستاذ البلاغة حاضرا. الله يبارك فيك. الله يسعدك دكتور العزيز. دكتور فائز أو فائز بالهمز، خليها بالهمز. دكتور فائز، بعض النقاد الزملاء يرون أن البلاغة تكاد تقتصر على ما يسمى التذوق وما يندرج في المنحنى الانطباعي. أنا أرى أن البلاغة ينبغي أن تكون في صميم المنهج، فأين يتجه توجيهك في هذا الأمر؟ هل البلاغة منهج أم تذوق انطباعي؟ أشكرك يا دكتور عمر، يعني أنت أسعدتني بحضورك أولا، ولك في قلبي مكانة من قديم. يعني أنا ربما أظن أن سؤالك سؤال العارف. يعني هو على أي دكتور العاشقون تسمع رأيي. العاشقون يسألون وهم يعرفون الإجابة، ولكن حبا في سماع أصوات من يحبون. فوركت يا دكتور، أنا في ظني ويبدو كل المنجز البلاغي العربي يؤكد هذا الظن، أن البلاغة ليست خاضعة للذوق مطلقا، وإنما هي خاضعة لمجموعة أدوات وآليات نستعملها للكشف عن جماليات اللغة الأدبية أو عن الأبعاد الإقناعية في هذه اللغة. فمثلا لو ضربت مثالا واحدا في هذه المسألة، وهذا المثال قريب إلى الذهن، كيف ننظر إلى استعارة المنية في شعر أو في قول أبي ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ماذا يقول لنا الدرس البلاغي عن استعارة المنية هنا؟ كيف تنتج الدلالة؟ كيف أوصلت إلى المتلقي أو إلينا هذه الجمالية وهذا التأثير؟ تقول لنا البلاغة على النحو الآتي: إن الاستبدال اللغوي القائم بين طرفي الاستعارة هو صاحب الفعل. لماذا؟ لأن الاستعارة من حيث البدء تعمل من جهة التخيل أو التخيل أو التشبيه، يعني من جهة التصور. ثانيا تعمل من جهة اللغة، فإذا حدث استبدال لغوي كما هي الحال بين الحيوان المفترس والمنية، كان هناك تحميل دلالي للفظ المذكور، تحميل دلالي من جهة اللفظ المحذوف. بمعنى أن النص هنا أو البيت هنا عندما استعمل لفظة المنية وجدنا أنها تعمل في دلالتين: دلالة الأولى المعنى الحقيقي للمنية التي هي بمثابة الموت الذي تصوره الشاعر أو تصورته اللغة، ثم الوحشية التي جاءت من الحيوان المفترس إلى هذه المنية لتصبح دلالة مضافة إلى المنية. الآن الدرس البلاغي عندما وصف هذه الاستعارة بأنها استعارة مكنية كان على وعي
بهذه المسألة بأن هذا النوع من الاستعارات، بأن هذا النوع من الاستعارات تعمل عملين: عمل الاستعارة بناء على المشابهة، ثم عمل الكناية بناء على علاقات الملازمة والمجاورة. وكأنما الاستعارة تعمل عمل شكلين بلاغيين، ولا مجال للذوق في هذه المسألة، وإنما هي تقنية آلية يعمل فيها الشكل البلاغي. هكذا يعني يمكن أن يعلمنا الدرس البلاغي ويعلم الذين ينكرون على الدرس البلاغي ما قدمه البلاغ القديم ما قدمه، وأخص على وجه أو على وجه الخصوص المنجز الذي قدمه السكاكي في كتابه. فأنا يعني أنت أعطيتني فرصة لأتحدث عن شيء أحبه، شكرا لك يا دكتور. العفو، يعني هل تسمح لي بسؤال آخر؟ تفضل لنتعلم منك أستاذ الكريم. الله يا دكتور، يعني أنت أستاذ كبير. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. ما زال عدد أو لا يزال عدد من البحوث الأكاديمية يعتكف في محراب التراث البلاغي، مقدسا ما قاله البلاغيون شيوخنا، نحن نعتز بهم، ولكن ينبغي، وهذا رأي متواضع، أن ينظر إلى الإشكالية البلاغية بعين الدارس في القرن 21. مع احترامنا وإجلالنا لما قاله السابقون، فلكل زمن ظروف فكرية واجتماعية شكلت الفكر البلاغي، وفي يوجد تفاوت ثقافي فكري من زمن إلى زمن. إذا نحن في هذا القرن في 21 نحن مطالبون بإعادة النظر في التحليل البلاغي. دعني أطرح مثالا بسيطا، لا يمكن أن نصل إلى البنية العميقة البلاغية للنص إذا استثنينا مكونات السياق التي تبدو في ظاهرها لا علاقة لها بالاستعارة، ولكن في حقيقتها هي تعزز المعنى التأويل الاستعاري. فمثلا البناء التشبيهي في رأيي لا يقتصر أبدا على أركان التشبيه، والبناء الاستعاري لا يقتصر أبدا على طرفي الاستعارة، قد تكون مكونات لفظية مجاورة، وهذا ما أقصد به السياق اللغوي الأصغر والسياق اللغوي الأكبر والسياق غير اللغوي، لا تقل أهمية عن بيان جماليات الصورة الاستعارية. إذن أنا يعني أزعم أن السياق هو الرحم الذي تتخلق فيه جينات الصورة البلاغية، فأين نحن من السياق في الدراسات البلاغية؟ أجيب يا دكتور. يعني عندما نستقرأ المنجز البلاغي في هذه المسألة أجد أنه اهتم بمحيط الاستعارة. يعني الدرس البلاغي صوب بحثه في الاستعارة في أكثر من مسألة. المسألة الأولى وهي الدارجة في تعليم درس البلاغة هي مسألة الاستبدال، يعني حذف أحد طرفي الاستعارة، ثم الحديث عن صور هذا الاستبدال وعن أقسام هذا الاستبدال، ثم تحدث من زاوية أخرى عما يسمى بالاستعارة التفاعلية، بمعنى أنه بسط الحديث عن ثلاثة أشياء: عن الاستعارة الترشيحية، عن الاستعارة التجريدية، وعن الاستعارة
المطلقة. انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من أجزاء الكلام أو التي سماها الصفات الملائمة لطرفي الاستعارة مما ذكر في الكلام. وبالتالي لم تغفل البلاغة العربية مسألة محيط الاستعارة كما يتحدث الآن عنه النقد الحديث في الاستعارة التفاعلية تماما. فالمنجز البلاغي التفت لهذه المسألة. جيد؟ الآن مسألة تسييق الاستعارة أو الحديث عن البيئة الاستعارية في النظرية السياقية أيضا انتبه إليها الدرس البلاغي عند حديثه عن مادة طرفي الاستعارة، بمعنى عن الحقول الدلالية التي تنتمي إليها مفردات الاستعارة. هذه الحقول الدلالية، الحقل الإنساني، الحقل الحيواني إلى آخره، وهي ما يسمى مثلا في النقد الحديث تراسل الحواس. المنجز البلاغي قدم مثل هذه المسائل، وحقيقة نحن نحتاج إلى قراءته بوعي حتى نفهمه. دكتور العزيز، هل تسمح لي بالتغريد خارج السرب قليلا؟ دكتور عمر، أن غردت خارج السرب يعني بكثرة، يعني الصوت الأخير دكتورة أسماء. نعم نعم، لك ذلك دكتور، يعني اعتبريني الطائر المشاكس هنا. نعم دكتور، لك ذلك، ونعم الطائر المشاكس. بوريك أستاذي، أنا أجد أو أشعر بنوع من الضجر أو التململ، لا أريد أن أقول أكثر، من صلاحية المصطلحات التراثية مع احترامي وإجلالي للتراث. لذلك المسميات الاستعارية التراثية المكنية والتصريحية والتمثيلية والمرشحة والمطلقة وغيرها، أجد هذه التسميات لا تستطيع أن تسبر أعماق النص البلاغي. لذلك أنا أدعو بكل ثقة وبكل مشاكسة للدكتورة أسماء أن تحل مصطلحات أخرى كالاستعارة التماثلية والتجسيدية والتجسيمية والتشخيصية والعنكودية وما إلى ذلك، لأن في هذه التسميات في زعمي فتح، لأن فيها فتحا جديدا في الرؤى البلاغية. أنا لا أدعو إلى هدم الماضي، بل بالعكس أنا أدعو إلى تطويره. انطلاقا دكتور العزيز، دكتورة العزيزة أسماء، يعني وسعي صدرك لمشاكستي. وسعناه. أنا أقول أن ليس من واجب الناقد البلاغي أن يبقى حبيسا داخل الجدران التي أقامها شيوخنا مع إجلالنا لهم، بل ينبغي على الناقد أن يطور، وأضع خطين أحمرين تحت هذا تحت الكلمة، أن يطور في المنهج نفسه. فليؤخذ كلامي من باب الرغبة في تطوير المنهج. أنا ما زلت مقصرا في المنجز البلاغي، على الرغم أنني أنجزت مقررا جامعيا في البلاغة يدرس، وأنجزت معجما لمصطلحات البلاغة، وأنجزت كتابا موسوما بالبلاغة بين الأصالة والمعاصرة وغيرها، ولكن ما زلت أشعر أنني مقصر في هذا الحقل. ممكن يعني مداخلتك يا دكتور، يعني أنا قد فعلت جزءا من رغبتك، في لي كتاب اسمه الموضوع الاستعارية في تجربة السياب، الليل النموذج. جميل. قمت بجزء من هذا العمل، تحدثت عن الاستعارة التشخيصية والتجسيمية والتجسيدية، وتحدثت عن قضايا كثيرة. الآن أنا وجهة نظري ليست
القضية قضية مصطلح، وإنما القضية هي قضية مفهومات. يعني إذا كانت الاستعارة مصطلح الاستعارة المكنية لا يعجب، يبقى المفهوم قائما في تأدية الاستعارة أو هذا الشكل من الاستعارات وظيفته وفاعليته. وبالتالي لو أطلقنا على هذا المفهوم أو على هذه الآلية مصطلحا آخر لما أحدثنا شيئا جديدا، لأن بمعنى أن البحث في تجديد البلاغة من وجهة نظري، البحث في تجديد البلاغة يكون في إضافة آليات وتقنيات جديدة تحمل مفهومات جديدة، وليس تغيير مصطلحات وتغيير مفهومات. هذه من وجهة نظري. الآن ما قام به الدرس الأسلوبي الغربي الذي انبثق من علم اللغة الحديث هو جهد جبار مقابل البلاغة التقليدية. لماذا؟ لأن مجمل هذا الجهد كان يبحث عن جماليات الكلام، لكن بوسائل وتكتيكات تختلف في كثير من الأحيان عن وسائل الدرس البلاغي القديم. الآن التجديد المنتظر في الدرس البلاغي القديم هو ما يقوم به أو ما تقوم به المدرسة المغربية المعاصرة، محمد مشبال وآخرون، في الحديث عن البلاغة التأثيرية، بلاغة الإقناع، بلاغة الإقناع من وجهة النظر الحجاجية. هذا الأمر الذي يعني كان ضئيلا في الدرس البلاغي القديم عند العرب، لأنهم جعلوا الشعر هو النموذج الذي يمكن أن تطبق عليه البلاغة، فتركوا مجال الحديث عن النثر بوصف الخطابة، يعني مرجعية مهمة جدا في الحجاج والإقناع، وركزوا على المنتج الشعري. يعني التجديد البلاغي في الحديث عن الإقناع هو أمر في غاية الأهمية، ولكن لا يعني أن هذا التجديد أننا نأتي بشيء جديد، لا، هذا التجديد يعيدنا إلى ما قدمته البلاغة اليونانية في مسألة الإقناع والحجاج. العرب قديما لم يستثمروا هذه المسألة جيدا، الآن في الوقت المعاصر انتبهنا لهذه المسألة، لكن عن طريق الغربيين ومؤلفات الغربيين. أنا يعني قرأت بعض المؤلفات الغربية في حديثها تأتيك عن الحجاج، وجدته يتحدث حديثا مطابقا لما قدمه أرسطو في المسألة، وهم يعتبرون المسألة تجديد في الدرس البلاغي، والمغرب العربي أيضا يعتبر هذا هو البلاغة الجديدة. يعني أنا لو سألت سؤال آخر بالتأكيد الدكتورة أسماء ستصدر أمرا بطردي من الندوة. شكرا لك، وأنا أضم صوتي إلى صوتي. شكرا دكتور أمر، لكن أحببت أن أضيف مسألة قبل الختام. أعتقد نحن بحاجة إلى قراءة التراث البلاغي العربي من جديد، ولكن برؤى حديثة. لو عدنا إلى الكتاب السكاكي وشروح التلخيص لوجدنا فيها مما يطرح حديثا من لسانيات النص وتماسك النص، هو موجود ومبثوث في ثنايا هذه الكتب، لكن نحن بحاجة إلى قراءة هذا التراث من جديد برؤية حديثة. دكتورة أسماء، ألسنا بحاجة إلى إعادة العلاقة الشرعية بين البلاغة والنحو؟ نحن بحاجة دكتور، أنا مع أن نعيد العلاقة الشرعية ليس مع النحو فحسب،
حاليا أنا أعمل على ربط البلاغة مع العلوم التطبيقية والعلوم الصرفة في بحوثي، لأثبت أن البلاغة هي موجودة حتى في العلوم التطبيقية وموجودة حتى في العلوم الصرفة البعيدة عن الإنسانيات. البلاغة بحر واسع. دكتورة أسماء، في كلمة. نعم. في كلمة للدكتور، لصديقي الدكتور عمر، نعم. الذي يشاكسني دائما، جاءت الفرصة لأنتقم. نعم دكتور، كذلك كي نختم بك دكتور، فقد أتعبني. في ثواني، في ثواني. نعم دكتور عمر. نعم نعم. إلى المنزع البديع، عد إلى المنزع البديع للسج الماسي، ستجد ضالتك. شكرا لك دكتور. وأيضا القرطاجني، كتاب القرطاجني، حازم القرطاجني. نعم منهج البديع. نعم في الختام أنا أقصد المعاصرين قصروا في هذه المسألة دكتوري. عفوا دكتورة أسماء، قبل أن تنهي اللقاء أود أن أشكر الدكتور عمر ودكتور فايز وكذلك الدكتور عبد القادر. طبعا ختام، قبل الختام دكتور عبد الله، أعد دكتور فائز ودكتور عمر ودكتور عبد القادر أن أجمعهم في نشاط، هم الثلاثة. نعم قريبا إن شاء الله. دكتور عمر لم يفوتك شيء، فالمحاضرة مسجلة وستحمل بعد يومين إن شاء الله تعالى في موقع الكلية. شفت ماذا تعمل لنا يا دكتور عمر؟ تمام 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 تمام، وأنا بالانتظار. سعدنا بلقائكم جميعا، متعكم الله بالصحة وبالعافية ومتعكم بعلمكم، ونتمنى أن يتجدد اللقاء في نشاطات أخرى إن شاء الله. شكرا يا دكتور. شكرا جميل. شكرا لكم. شكرا الله. شكرا جزيلا دكتورة، حياكم الله. دكتورة، وللتذكير لن تكون ندوة، ستكون حلقة نقاشية حادة إن شاء الله في المرة المقبلة.